كيفية التحضير للنقل النوعية؟ لثانوية أحمد قدري بالبويرة نظمت مديرية التربية ندوة ولائية لتقييم امتحانات تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، والتي تهدف إلى إدخال ومناقشة التحسينات التي يجب إدخالها على امتحان مكتسبات التلاميذ مستقبلا، كما تبرزه تصريحات السيد مدير التربية. الهدف من كل هذه الندوة وهو إدخال ومناقشة التحسينات التي ينبغي إدخالها على امتحان تقييم مكتسبات التلاميذ قصد استغلالها واستثمارها في السنة المقبلة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هو التحسيس والإعلام بأن مرحلة التقييم التي انتقلت وهي نقلة نوعية اعتمدتها وزارة التربية الوطنية هذه السنة، اللي هي الانتقال من التقويم النقطي الذي كان عادة بالنقطة عن طريق النقطة تمنح للتلميذ، أصبح عن طريق ملاحظات وتقديرات تسجل في الشهادات وكذلك في دفاتر تقويم المكتسبات التي يستلمها أولياء التلاميذ يوم 5/22 يعني من هذا الشهر إن شاء الله. اليوم كما لاحظتم وسيرتم معنا سوف يوزع الحاضرون على 4 ورشات حسب المحاور المعتادة. المحور الأول اللي هو الإطار والعام لتنظيم هذا امتحان تقييم المكتسبات للتلاميذ، والنقطة الثانية اللي هي عملية التكوين التي مست جميع المشاركين في العملية سواء كانوا مفتشين أو أساتذة أو مديرين، والمحور الثالث يتضمن عملية الإجراء وسيرورة عملية الإجراء وكيف كانت عملية الإجراء. النقطة الثالثة تتعلق بعملية طبع المواضيع والتحضير للعملية، والمحور الرابع يتضمن عملية الإجراء. إذن كل هذه النقاط سوف تكون محل مناقشة على مستوى الورشات وتستثمر فيها التقارير التي تم إعدادها على مستوى المقاطعات التفتيشية. نحن اليوم في الندوة الولائية لتقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، فإن تقييم مكتسبات مرت في ظروف عادية جدا. الأساتذة والسادة المدراء أبدوا بكل آرائهم في هذا الميدان. بالنسبة للاقتراحات والتوصيات التي إن شاء الله سنرفعها اليوم في هذه الندوة تكون على مستوى الورشات، وأنا شخصيا رأيني رئيس لجنة الإطار العام إن شاء الله سيكون هناك إدلاء بكل ديمقراطية بالنسبة للإطار العام لتقييم مكتسبات، وإن شاء الله ستلقى هذه الاقتراحات والانشغالات تاع القاعدة إلى الوصايا إن شاء الله.